سفينة بدون ربان ولكنها تمضي. العلم بيتقدم بطريقة مذهلة، وزي ما في طيارة بدون طيار، وبرضه سيارة بدون سواق، وغواصة بدون قائد. دلوقتي سواء في هولندا في ألمانيا دول كتيرة بيطوروا سفن تمشي بدون ربان. كنا قبل كده بنقول سفينة بدون ربان إشارة إلى الفوضى اللي ممكن تكون في السفينة، دلوقتي لا، إلى العلم المتقدم اللي هيكون موجود في السفينة اللي هي تمشي بدون قبطان. فتمشي السفينة لوحدها موجهة من الساحل، هيكون في مركز لوجستي موجود. المركز ده موجود على الشاطئ، هو بيتحكم في السفينة، والسفينة ماشية لا تخبط في السفينة اللي جنبها ولا تضل طريقها، وتصل إلى المكان بسلاسة شديدة. الحوادث المتوقعة تساوي صفر. وسفن كتيرة جدا هتمشي بهذا الشكل. جامعة محترمة في هولندا اسمها تيو ديلفت، جامعة تيو ديلفت هي اللي بتعمل تجارب متقدمة جدا في هذا الإطار. صمموا في الجامعة سفينة شحن على أساس إن هي تمشي بدون ربان، لأن حركة الملاحة كترت، القبطان والطاقم المساعد تكاليف كتيرة، وبالتالي الحل إزاء الطلب المتصاعد على حركة السفن إن هم يلاقوا أو يصلوا إلى سفن بدون قادة، بدون قبطان أو بدون ربان. مختبرات الجامعة نجحت في التجربة، ودلوقتي بيقولوا إن هم بعد سنة أو اتنين بالكتير جدا 2018-2019 هيجربوا ده في ميناء روتردام الهولندي اللي هو أكبر مواني أوروبا. يبقى حاليا المختبرات في الجامعة نجحت ان هم عاملين سفن هنشوفها دلوقتي، ويقدروا يحركوها وتمشي من مكان لمكان، وبالتالي هتنزل البضاعة اللي موجود عليها او تركب الناس اللي هيركبوا، كل ده بدون وجود قبطان في السفينة. طبعا ممكن نفسين الانسان لما يشعر ان راكب طيارة بدون طيار او سفينة بدون ربان، ممكن يشعر طبعا بصدمة نفسية كبيرة جدا وقلق. الحياة ماشية ازاي كده؟ إنما إحنا بنتكلم في سنوات قليلة جدا ده هيكون نمط حياة للإنسان، إن العربية بتسوق نفسها بنفسها قيادة ذاتية. ونتكلم برضو على إن الطائرات والغواصات وانضمت السفن التجارية سفن الشحن إلى أن تكون هي أيضا بدون قيادة أو ذاتية القيادة. طبعا ده شيء مذهل جدا، هيخلي الإنسان يذهب إلى أفق أعلى في العلم وفي التكنولوجيا وفي الاقتصاد. مراسل بي بي سي دخل مختبر هذه الجامعة الهولندية وقدر ان هو يصور مشاهد لهذه التجارب في مختبرات الجامعة قبل ما تبدأ التجارب في ميناء روتردام الهولندي.